وسوريا الأمل مسيرة شموع بمدينة القامشلي كرسالة محبة وسلام من مدينة الحب والسلام، حيث انطلقت الحملة من ساحة السيد الرئيس إلى شارع منير حبيب بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية وأكثر من 150 شابا وشابة. بمناسبة نشر الشمعات إلى الشارع في مدينة القامشلي، هاي الرسالة للعالم بأن سوريا هي سوريا الأمل وسوريا الأخوة، سوريا المحبة. هي رسالة محبة وسلام لربوع سوريا كاملة، ويعني احنا حابين نزرع الأمل وننشر السلام في بلدنا سوريا، وحابين الرسالة هاي تعم لكل في كل أرجاء وطننا. تبتدئ كلمتنا من اسم جمعيتنا سوريا الأمل، وهي سوريا المحبة، سوريا السلام، سوريا الإخاء. وجاءوا الشباب معنا وجمعية ساعدي ليتشاركوا معنا في رسالتنا، رسالة السلام، رسالة المحبة. نحن هلا نقوم بهذا العمل اللي هو نزرع شموع بشوارع مدينة القامشلي مشان رد حضاري على الإرهاب. نحن بدل نزرع رصاص ونزرع طرخ ونزرع إرهاب، هلا نحن عم نزرع شمع مشان ينور مدينة القامشلي وتصير رسالة لكل العالم. نحن هون مجتمعين جمعية الساعدي سوريا الأمل مشان نوصل رسالة محبة وسلام للعالم كله، إنه سوريا لساتها بخير ولساتها بسواعد أبنائها بخير، وكنا متضامنين ومتكاتفين مشان تضل سوريا دائما منتصرة على العدو ودحر الأعداء. احنا انطلقنا من هين من عند ساحة الرئيس والكنيسة والجامع، وهذن الثلاثة نعتبرهم رمز إلنا يعني. وهاي الشمعة احنا ما شغلناها يعني ما شعلناها كشمعة، هي كنور محبة وسلام لمدينتنا الحلوة مدينة القامشلي. هن زرعوا الغام ونحن مبارحة زرعنا أشجار، هن طفوا النور ونحن اليوم شعلنا الشموع رسالة سلام، وهاي بلد المحبة ورح تضل بلد المحبة. سوريا الأمل، سوريا الخير والعطاء، بشبابها ورجالها وأطفالها سيبقى الوطن عزيزا بهم وبجيشنا.